اليوم راح نقدم لكم في التقرير حول هذا الكرسي. هذا الكرسي طبعا تشوفوه هذا ذيب ارمني طبيعي، وهذا الذيب الثاني ومحولي الى كرسي. طبعا هذا الكرسي معروض للبيع، وهذا الرجلين الكرسي شوفوا. اليوم هذا مكان تقرير، هذا عرض من قبل أرارات السياحة بمناسبة العيد، قدمناه لكم. نقول لكم أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بخير. اللي يحب يشوف هذا الكرسي عن جد، يعني اللي يحب يشوف هذا الكرسي وينو يعني يشتري، خلي يتصل بينا احنا نرافقه نجيبه، ما عندنا اي مشكله. نتمنى لكم يوم سعيد. هذا الكرسي معروض للبيع، احنا نبيع لكم اياه. قناه ارارات للسياحه يتكفل ببيعها، راح نسوي عليه مزاد، اللي زيد هو يكون يحصلها. طبعا صاحبه يطلب عليه 2500 دولار. اللي يحب يتعامل عليه خلي يقول لنا، احنا الرافقة نجيبه للمكان حتى يشتري هذا الكرسي. هذا السن الذيب، يعني السن طبيعي. نوين اسي شي؟ اه. يب كاريرا؟ كاريرا بلياردي كاريرا. بلياردي زيت كاشتانكا. نعم. والسبحة حبات السبحة عبارة عن كرة البليارد، لعبة البليارد اللي تعرفوها. ناحتيها بالإيد ومحولي إلى السبحة. طبعا هذا كرسي يمكن استخدامه، ها؟ مو مجرد شكل، تقدر تخليه بالصالة وتستخدمها للجلوس. السعر صاحبه دا يقول 2500 دولار، لكن لو في احد ناوي يشتري ممكن ان يتفاوض وياه، اكيد ينزل بالسعر.